سمعنا جميع القصة ديال الخولة اللي اغتصبها الوالد ديالها، وهذه المسألة ديال الاغتصاب راه بزاف كثرات وولات كتضرب في الراس وما باقيش بغينا نبداو نهضروا عليها. ما عليناش، نكملوا معكم. غادي نمشيو هذه الخطره نستقبلوا معنا مستمع سويسري عايش معنا هنايا في المغرب وسميتو فرانك. فرانك معك رشيد، بونسوار. الو فرانك، فرانك، فرانك كتسمعني؟ شوفنا فرانك راه العالم عنده مشكل في الخط ديالو ولا شي حاجه. خا رشيد والله الا الكون هذا القوم هذا وحق ربي الا الكون الله. ماش براشيد يا قلنا سويسري. واش انا كنت رهيت ولا اش مات؟ واخا شوف بلاتي ما تنرفز ما تدير والو، غير قدمنا نفسك بعدا هو الاولاد. يلا بسم الله. جود تاك هاي السلام عليكم، انا سويسري وحكايتي غنعاود ليكم. كبرت انا وخوتي مازارينا بعيدا ليكم، خضوريا ونقاو الدرابي ماشي بحال درابيكم. مولا بالشوكلاط الكراميل والروسيس مايلك قدقية قرايب باستيز. أنا لسا بلاد كزينة، بلادنا زوينة يا ناماس، مخير فيكم كي حط فلوس وعدنا غيب الحيس. صباح صباح وقالوا لينا غا تمشيو البلاد، سميت المغرب مضيافين وكي تهلاو في الولاد. قلنا مزيان غابت الجو نزها نرجع مقاد، ملي وصلنا عرفنا باللي غيشدونا الجواد. جواد لا حوز بالله لا حوز بال، المشكلة هي الزبل كان مليو حالينا. لا حورانا لا حوجبنا ولا حوحدا رجلينا، وحنا دايرين باب كي تحل باش يلوحوا فينا. ماشي مشكل قلنا يمكن قاع ما فهموناش، مولفين بالتمرد ديال الجماعة اه داكشي علاش. واحد النهار وانا ناعس لاحت في الكافية، فرحت في وسط الخنز قلت الله فكروا فيا. فكروا فيا دابا الى جينا نفهمو ومالياش ما كيعاود فوق هو انه هو ضرر انا غير ما بغيتش بزاف اللي جابو لنا من سويسرا، ولكن بلا تقول زعما انا واحد الحاجه مره زعما روك ضيافه وكيعرفوا شنو كيديروا. دخل فينا صحيحه صاحبي ما فهمتش القصه ديالك مزيان، يمكن لك تعاود تشرح ليا مازال ودخل معايا في الموضوع حتى تشرح الامن. سواه سواح فيقني دخان طوبيس كبير، مقلق ومضغط وكاعب حلا طيح في بير. درني فراسي بغيت نسولو واش ني تهبل، كيفاش كدير توقف ليهم قدام طرو الزبل. جاوبني ودموع طايحين فوق الباربريز، كعرفتي شنو دوزت انا كنت شديت كريز. هلا باص كارطة قرية خوك فرينشي، قالوا التقاعد في المغرب قلت غير مشي. بما دوزت 10 سنين خدمة فرانسيس، قلت غادي نرجع في الشمس راخي بيس. ساعة لقيت راسي مكركب في القباوات، كنت فوق وهاد القوم سماوني جواد. راه قليل راه قليل وراه قليلة، كنت شوفو هاد القسم اللي كيلعبو بديك الويلة. ملي الخضر وخو الأحمر كيلحفو غير بميلة، تما قرام جالي غادي تشتت ديك الليلة. باقي ما كملش جاوز هاد الهيه، وتما عرفت بلي ماشي غي أنا اللي دار ليه. مامي كانت الكاوي مع خانون الغاب، واللي ما فهمش علاش داز نصل الباب. علاش؟ علاش نصل الباب؟ وسط الليل سمعت الغوات واو، رقيت تيلاد مكمش وفي منطقة الوات. ما بغيتش نتيح باللي من دري صغير جاي الغوات، وكيفاش لهم بالفعلة ديالها كاع ما تكوات. واش انا حديد ولا هادو اللي كيلوحوا فيا؟ واش كاع ما قراوهم في الاسلام اللي قالوا ليا؟ انتوما اللي بغيتو تسميوني طارو ديال الزبل، انتوما اللي زبل تفو سيروا بعدو ليا. جانا من الاخر، جانا من الاخر وحطنا بوجهنا، وهادو هما حنايا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. موقع لما نقول